حبيبي، طلبة الصف الثاني الإعدادي، لو عايز تعرف زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سيمبل تنس، وعايز تعرف امتى استخدمه وازاي ينفيه وازاي يعمل سؤال فيه كمان، يبقى انت لازم تتفرج على الفيديو ده. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبيبي، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن زمن الماضي البسيط The Past Simple Tense. وانا قلت عشان اعرف اي زمن او اقول ان انا مالك اي زمن لازم اعرف فيه حاجات معينة. ايه الحاجات دي؟ اول حاجة لازم اعرف تكوين الزمن، تاني حاجة لازم اعرف امتى استخدمه، تالت حاجة ازاي ينفيه، رابع حاجة ازاي اعمل فيه سؤال، وكمان ازاي احول الباسيف فويس لصيغة المبني للمجهول. طيب تعال نشوف كده اول حاجة هنبدأ بيها النهاردة، وهو how to form the past tense، ازاي يكون الماضي البسيط او الفعل في الماضي البسيط بيتكون من ايه. قال لي الفعل في الماضي البسيط هلاقيه مقسم لنوعين اتنين، اول حاجة regular verbs يعني افعال منتظمة، والregular verbs يعني افعال غير منتظمة او افعال شاذة. طب هعرف ازاي؟ قال لي زمن الماضي البسيط الفعل المنتظم فيه بيكون باضافة دي او اي دي، او بقلب الواي لاي اي دي يعني باضافة دي. يبقى اذا باضافة دي او اي دي، اذا الفعل ضفت له دي او اي دي فبقول على الفعل ده فعل منتظم. For example، على سبيل المثال كلمة live معناها يعيش، هلاقي الماضي بتاعها lived، هزود لها دي. طب هزود لها دي ليه بس؟ قال لي عشان هي بتنتهي بإيه. يبقى اي فعل منتظم بينتهي بإيه بزود له دي بس. عندنا مثال تاني، شكل كلمة دانس الماضي بتاعها danced يعني يرقص ورقصة. اما لو كان الفعل ما بينتهيش بإيه، الفعل المنتظم طبعا ما بينتهيش بإيه، فانا بزود له اي دي. like play played، again play played يعني يلعب ولعبة. طيب study studied، الله. طب هنا واي زودت اي دي، طب هنا واي وقلبت الواي لاي اي دي، هل ده في حاجه؟ قال لي ايوه طبعا، ده بيعتمد على الحرف اللي قبل الواي. اذا كان الواي قبلها حرف متحرك اي 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 او يو، ما بقلبهاش وبخليها شكل ما هي، شكل play played، شكل stay stayed، شكل pray prayed. اما لو كان الواي قبله حرف ساكن فانا لازم اقلب الواي لاي اي دي. like study studied، هنا شلت الواي وقلبتها الاي وزودت الاي دي. يبقى عشان اقلب الواي لاي اي دي لازم يكون الواي دي قبلها حرف ساكن. like study studied and carry carried and cry cried. طيب قال لي كمان لازم اخلي بالي ان الفعل ذو المقطع الواحد اذا انتهى بحرف ساكن والحرف الساكن ده قبله متحرك لازم اضاعف الحرف الساكن قبل ما اضيف الاي دي. like stop stopped stop stopped. لاحظ هنا زودت البي وبعدين حطيت الاي دي. بس سواء زودت دي او اي دي او قلبت الواي لاي اي دي او ضعفت وحطيت الاي دي، كل ده بقول عليه regular verbs يعني افعال منتظمة. طيب امال ايه حكاية الريجولر فيربس؟ قال لي الريجولر فيربس اللي هي الافعال الغير منتظمة هي الافعال اللي ولا بزود لها دي ولا اي دي. like go the best of goes went. go الماضي بتاعها went، هنا غيرت الكلمة تماما يعني go راحت كلمة تانية خالص. buy bought، هنا غيرت في شكل الكلمة. ride rode برضو غيرت في شكل الكلمة. طب تعالى read، هلاقي الماضي بتاعها read. طبعا هنا السبيلنج واحد ولكن النطق مختلف، read and read. cut and cut، put and put. يبقى اذا الفعل الشاذ هو الفعل اللي انا ولا بحط له دي ولا اي دي في نهايته، يعني بيتغير شكله او بيخليه شكل ما هو. طيب for example، تعالى بقى على سبيل المثال اقول لي هاله واتشت فيلم يعني هاله شاهدت فيلم. لما اجي اقول لك الجمله دي في زمن ايه لازم تقول لي الجمله دي في زمن الماضي البسيط. ليه؟ هتقول لي watch الفعل اللي انا حافظه اصلا يشاهد، هلاقيه مزود له اي دي، فبالتالي الفعل ده في الماضي. طيب لما اجي اقول لك هو regular ولا irregular يعني فعل منتظم ولا غير منتظم، هتقول لي لا ده فعل منتظم. ليه؟ لان زود له اي دي. طيب تعال نشوف المثال الثاني، رامي swam in the sea. رامي swam in the sea يعني رامي عام في البحر. لما اجي اقول لك الجمله دي في زمن ايه هتقول لي في زمن الماضي، فعلها ايه؟ swam. هتقول انا حافظ الفعل الاصلي بتاعه اللي هو swim، لقيته غير حرف فيه swam فبقى ماضي. طيب الماضي ده عادي ولا شاذ يعني regular ولا irregular؟ هتقول لي لا irregular يعني فعل غير منتظم لانه مغير في شكله وما زودلوش دي ولا اي دي. يبقى تاني يا جماعه تركيب الفعل في زمن الماضي، هلاقي فيه فعل منتظم بزود له دي او اي دي، وفعل غير منتظم بيتغير شكله او بيخليه شكل ما هو. ده بالنسبه للتركيب. تعال بقى ندخل على الاستخدام.
How to use the past simple. When I use the past simple. امتى هستخدم زمن الماضي البسيط؟ قال لي انا بستخدم زمن الماضي البسيط في حاجتين اتنين. اول حاجة when I express past actions. يعني لما اجي اتكلم عن احداث في زمن الماضي. يعني احداث بدأت started and ended وانتهت in the past في الماضي. طب يا مستر ايه اللي هيعرفني في الكلام ان هي بدأت وانتهت في زمن الماضي؟ قال لي هلاقي keywords شكل دي. Yesterday يعني امس. Last يعني الماضي. شكل last week الاسبوع الماضي. Last month شهر الماضي. Last year السنة الماضية etc. طيب او ان انا هلاقي كلمة شكل ago. ago معناها منذ ودي بيجي قبلها مدة زمنية. شكل كده لما اقول لي two days ago يعني منذ يومين. لان في ناس بتتلخبط فتفكر ان هي منذ يومين شكل العربي كده هبدأ بمنذ وبعدين اقول يومين. لا المدة الزمنية بتيجي قبل كلمة ago. فعشان كده اقول two days ago. اول اي كلمة شكل in the past يعني في الماضي او انه مديني سنة في زمن الماضي. يعني يقول لي in 2018 or in 1999 or 1975. اي ان مع سنة في الماضي قال لي يبقى الكلام ده past simple ماضي بسيط. او ان انا الاقي كلمة شكل كلمة one day اللي معناها ذات يوم. او الاقي كلمة شكل كلمة once اللي معناها ذات مرة. or once upon a time or in the old days يعني في الايام السابقة. طيب انا لو شفت اي كلمة من دول هعرف ان الكلام بتاعي في زمن الماضي وهعرف ان الحدث بدأ وانتهى في زمن الماضي فبالتالي لازم اجيب ماضي بسيط. طب تعال نشوف بقى الجمل دي. Number one, he spent or spends or spending or spent a week in Alex last summer. طبعا لما يجي لي اختياري بالمنظر ده واقول اختار اول حاجة ببص عليها الكيورد for the tense هي علامة الزمن. احنا شكل ما قلنا يا جماعة ان الازمنة شكل التوائم بالضبط. لو انا بشوف توأم لأول مرة مش هعرفهم. اما لو سألت بابا او مامته مين ده اكيد هيعرفه. ليه؟ لانه معلمه بعلامة. فهي دي الفكرة ان الازمنة شكل التوائم. لو انا حافظ علامات كل زمن وطريقة استخدام كل زمن هقدر افرق ما بينهم. اما لو انا مش حافظ علامات الازمنة دي مش هقدر افرق بينهم ابدا. فعشان كده الجملة شكل دي he spent a week in Alex last summer. لما يجي يقول لي اختار اول حاجة ببحث عنها هي الكيورد for the tense. قال لي هلاقي كلمة last summer. Last summer دي يعني الصيف اللي فات. والصيف اللي فات دي من علامات الماضي. طيب اقوم ادور بين الاقواس على الفعل اللي في زمن الماضي فهلاقيه طبعا spent. يبقى هنا الجملة في زمن الماضي عشان كده اخترت فعل في زمن الماضي spent. تعال نشوف الجملة التانية. They watch or are watching or watched a film yesterday. هنا برضو هلاقي كلمة yesterday. اقول له يبقى كده الجملة في زمن الماضي. وطالما في زمن الماضي هروح للفعل اللي في الماضي اللي هو watched. الفعل ده regular verb يعني فعل منتظم. ليه؟ لانه اضاف له في الاخر ed. So they watched a film yesterday يعني هم شاهدوا فيلم بالامس. طيب تعال نشوف ازاي بيجيلي في الاخطاء. بقولي they visit Alex last year. اقول له فينا last year و last year معناها العام الماضي. يعني الكلام كده في زمن الماضي البسيط. وطالما في زمن الماضي البسيط بروح على الفعل هلاقيه visit وده فعل منتظم فبالتالي لازم يكون visited يعني هزود له ed. So they visited Alex last year. تعال بقى على جملة مهمة جدا لما بيقول لي he be at work 2 hours ago. هقول له دي ago. ago من علامات الماضي البسيط. جميل. هروح هلاقي مديني be. طيب verb to be في الماضي البسيط هو was or were. تاني verb to be في الماضي البسيط هو was or were. يبقى لازم اكون حافظ ان verb to be في الماضي was or were لان في ناس هتقول be مثلا او انها تجيب اي فعل تاني. هقول لك لا. طالما قال لي be يعني عايز verb to be في الماضي he تاخد was. So he was at work 2 hours ago. He was at work يعني هو كان في العمل 2 hours ago. يبقى أول حاجة بيعبر عنها الماضي البسيط past actions يعني أحداث بدأت وانتهت في زمن الماضي. طيب تاني حاجة بيعبر لي عنها الماضي البسيط هو ال past habits يعني العادات اللي كانت موجودة في زمن الماضي ودلوقتي ما بتحصلش. وقال لي إن العادات دي بعبر عنها بطريقتين اتنين.
اول حاجة ان انا هستخدم ظرف من ظروف التكرار، وهنا لازم اخلي بالي من حاجة. يعني لو بصينا للجملة دي، احمد play played plays football every day. طبعا لو وقف بالمنظر ده وقال لي ان احمد ايه كرة القدم كل يوم، هقول له لا، الجملة دي مضارع بسيط طالما ما ربطها ليش باي حاجة في زمن الماضي. يعني لو اداني اي ظرف من ظروف التكرار او بيقول لي عادة وخلاص كده، هقول له every day مضارع بسيط، يبقى هروح لplay or plays. طب عشان اخد play او plays فانا هروح لاحمد، احمد ده مفرد فهقول احمد plays، احمد plays. ليه؟ لان احمد ده مفرد. طيب هقول لك بقى على حاجة بسيطة جدا. احمد انت قلت plays football every day، والناس كلها بتربط دايما ظروف التكرار بزمن المضارع البسيط. هقول لك جميل، بس على شرط ما يجيش معاه حاجة في زمن الماضي او علامة من علامات الماضي. ازاي يعني؟ لو جاب لي نفس الجملة دي وشال الفلسطوب دي وقال لي when he was in Alex. When he was in Alex يعني لما كان في اسكندرية. اذا العادة دي كانت موجودة او مرتبطة بزمن الماضي. ليه؟ قال لي when he was in Alex، عندما كان في اسكندرية. قال لك كده يبقى الشكل اتغير تماما. قال لي يبقى العادة دي مش دلوقتي، العادة دي في زمن الماضي، وبالتالي هختار هنا played. again هختار played، احمد played football every day. يبقى حتى لو موجود ظرف من ظروف التكرار بس هو رابطهولي بالماضي، قال لي خلاص يبقى ده بيعبر عن عادة في الماضي، وهاخد played عادي خالص. احمد played football every day when he was in Alex، يعني لما كان في اسكندرية. تاني حاجة بعبر بيها عن العادة في الزمن الماضي هي كلمة used to. used to معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي. used to بيجي وراها مصدر. تاني used to بيجي وراها مصدر. used to معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي لم يعد يفعله الان. وده ليه درس خاص ان شاء الله هنشرحه لوحده، هو الدرس اللي جاي ان شاء الله. used to استخداماتها وازاي بن فيها وازاي بعمل بيها سؤال. ولكن اللي يهمني في الوقت ده في زمن الماضي ان انا اعرف ان used to بتعبر عن عادة في زمن الماضي، وان used to بيجي وراها مصدر الفعل. for example على سبيل المثال، سامي used to play tennis when he was young. سامي used to play tennis when he was young، يعني سامي اعتاد انه يلعب تنس لما كان صغير. لاحظ ادي used to، وادي اللي جاي وراها play، وplay هنا مصدر الفعل. يعني ما ينفعش اقول سامي used to playing، غلط. ما ينفعش اقول سامي used to plays، غلط. طيب بتعبر لي عن ايه الجملة دي؟ لما يقول لي سامي used to play tennis when he was young، معناها ان he doesn't play tennis now. يبقى دلوقتي ما بيلعبش تنس. ليه؟ لان used to بتعبر عن عادة في الماضي لم تعد تحدث الان، او ان انا اقول he no longer. no longer بمعنى لم يعد. so he no longer plays tennis. he no longer plays tennis. يبقى اذا انا بستخدم used to للتعبير عن عادة كانت موجودة في الماضي ولم تعد تحدث الآن. تعال بقى نشوف how to change a sentence in the past in a negative. ازاي احول جملة في زمن الماضي البسيط للنفي؟ من المعروف ان انا لما اجي انفي الجملة في زمن الماضي البسيط بنفيها بكلمة didn't. تاني بنفيها بكلمة didn't، وكل اللي بيحصل ان انا بعد didn't بجيب مصدر الفعل. تاني بعد didn't بجيب مصدر الفعل. يعني لما يجي يقول لي he watched a film، يعني هو شاهد فيلم. واجي اقول لك حول لي الجملة دي للنفي، كل اللي انت بتعمله بجيب هي، وبعدين الفعل ده عادي بنفيه بكلمة didn't، وبعد كده بجيب المصدر منه اللي هو watch. يعني المصدر منه يعني بشيل منه الاي دي طالما فعل منتظم، واقول he didn't watch a film، يعني هو ما شاهدش الفيلم. تاني he didn't watch a film، يعني هو ما شاهدش الفيلم. مثال تاني على فعل غير منتظم، لما يجي يقول لي سامي flew his kite in the park،
يعني يطير الطيارة بتاعته في الحديقة. لو أنا عايز أنفي الجملة دي فأنا هبدأ بسامي، السبجكت بتاعي عادي جدا. طب فلو ده فعل غير منتظم عادي جدا، هنفيه بكلمة didn't. بس إيه اللي هيحصل؟ قال لي هرجع ده لمصدره، فإذا المصدر بتاع فلو هو فلاي، فإذا هقول سامي didn't fly his kite، يعني سامي ما طيرش الطيارة بتاعته in the بارك، يعني في الحديقة. يبقى إذا لما أجي أنفي الجملة في زمن الماضي اللي بنفيها بكلمة didn't، بس لاحظ إن لما أجيب didn't لازم يجي وراها مصدر الفعل. تاني، لما أجيب didn't لازم يجي وراها مصدر الفعل. طب قال لي بقى في فعل خلي بالك ما ينفعش أنفيه بdidn't في الماضي. قال لي إيه الفعل ده؟ قال لي was and were، يعني verb to be. يعني لو أنا قلت لك أحمد was happy yesterday، يعني احمد كان سعيد امبارح، وقلت لك انفي الجمله دي. هنا بقى ما ينفعش اقول احمد didn't be، يعني ما ينفعش اجيب didn't وارجع was لمصدرها. امال؟ قال لي النفي بتاع was and were wasn't and weren't، فعشان كده هقول احمد wasn't happy yesterday، يعني احمد ما كانش سعيد امس. تاني، احمد ما كانش سعيد امس. يبقى لاحظ كل الافعال بنفيها بكلمه didn't في الماضي الا was and were بتتنفي wasn't and weren't. عشان كده في الاختيارات لازم اركز جدا لانه بيلعب لي على الحته دي. بيجي يقول لي رنا ويديني في الاختيارات didn't ولا wasn't said yesterday. طبعا هنا الناس اول ما بتشوف yesterday على طول بتجري على didn't، لان يقول لك الجمله في زمن الماضي فعلى طول النفي في زمن الماضي بكلمه didn't. هقول لك لا يا باشا، طالما في yesterday هقول لك عادي جدا ممكن اختار wasn't or didn't. طب ايه اللي هيحكم لي؟ قال لي اللي ورا الاقواس. عشان اختار didn't لازم يكون فيه مصدر. تاني، مستحيل اختار verb to do في السؤال او في النفي من غير ما يكون فيه مصدر. طيب يا ترى في هنا مصدر؟ هتقولي لا طبعا، هو فين المصدر ده؟ انا عندي كلمه sad. يعني ايه sad؟ حزين. طب sad ايه؟ قال لي it's an adjective، يعني صفه ما ينفعش ابدا احط قبلها didn't. يبقى هنا هختار wasn't. تاني هختار wasn't، يبقى رنا wasn't sad yesterday. طيب لو انا بقى حطيت كلمة feel اقول لك هنا اصبح في مصدر، وطالما في مصدر وعندي الجملة في زمن الماضي يبقى لازم النفي بتاعي يكون ب didn't. يبقى اذا didn't او wasn't اللي هيحكم لي انا هاخد اني واحدة فيهم هو اللي وراها. لو انا لقيت مصدر فانا لازم اخد didn't في النفي في الماضي. ما لقيتش مصدر ولقيت بقى اي حاجة تانية شكل صفة شكل مكان ظرف مكان، كل ده يبقى بجيب wasn't or weren't. يبقى اي فعل في زمن الماضي بنفيه ب didn't الا was were was wasn't and were weren't. تعال بقى نشوف how to make a question in the past، ازاي بعمل سؤال في زمن الماضي البسيط. قال لي تكوين السؤال في الماضي البسيط، شكل ما قلنا ان في نوعين من السؤال اللي هو الـ yes and no question، يعني السؤال اللي اجابته ب yes or no، او WH question. قال لي اذا كان السؤال هيبدأ بفعل مساعد فطبعا الفعل المساعد بتاعي هيكون did. قال لي وبعدين؟ قال لي هيجي وراها subject اللي هو الفعل، وبعدين هيجي الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر والكومبلمنت التكمله بتاعت السؤال. طالما السؤال بادئ ب did يبقى الاجابه بتاعته هتكون ب yes or no. يعني لما اجي اقول لك did هاني لما اديك في الاختيارات play or played tennis yesterday. طبعا برضو الناس بتتغرف كلمة yesterday، يقول لك yesterday يبقى هاخد played. هقول لك لا يا باشا، خلي بالك ان في مين؟ did، ومع verb to do لازم الفعل يكون في المصدر. طالما في did لازم الفعل معاها يكون في المصدر، يبقى المفروض اقول did هاني play. تاني did هاني play، فهقول did هاني play tennis yesterday. هنا انا ممكن اجاوب ب yes or no على حسب اللي عمله هاني. والله لو جاوبت ب yes هطلع ابدل اهوت، يبقى yes he did. طب قدر هو ما لعبش، عادي جدا هقول no he didn't. تاني no he
didn't. يبقى تاني did لما تيجي في أول السؤال في زمن الماضي بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس أو نو. تركيبتها إزاي؟ did وبعدين الفاعل وبعدين الانفينيتيف. طيب تعالى ناخد جملة ونعمل عليها إحنا سؤال. لما أجي أقول لك yes Rana washed her dress. يعني نعم رنا غسلت فستانها. طيب الإجابة هنا بيس، وطالما الإجابة بيس يبقى سؤالي هيبدأ بهيلبينج فيرب الفعل المساعد. قال لي وطالما الفعل في زمن الماضي يبقى على طول الفعل المساعد بتاعي ديد، وبعدين أجيب الفاعل بتاعي اللي هو رنا. طب ما أقولش شيء؟ قال لك لا، طالما رنا في الإجابة طلعها رنا في السؤال، يبقى إذا هقول ديد رنا. هنا لازم أرجع الفعل الأصل، وطالما جبت الديد لازم أجيب المصدر، يبقى ديد رنا واش. يبقى ديد رنا واش هير دريس، يعني هل رنا غسلت فستانها. يبقى لما ابدا السؤال بديد بجيب الفاعل وبعدين اجيب مصدر الفعل واكمل بقيه السؤال. تعال بقى نشوف النوع الثاني من الاسئله، وهو ال WH question، السؤال اللي بيبدا باداه استفهام. هلاقي مشابه ليه، لان هيبدا بال WH word اداه الاستفهام، وبعد كده هيجيب لي did، وبعد كده هيجيب لي subject اللي هو فاعل الجملة بتاعتي، وبعد كده هيجيب لي الانفينيتيف المصدر. ليه المصدر؟ اقول له عشان فيه did. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي when did you do your homework، يعني امتى انت عملت الواجب بتاعك. طبعا عشان اجاوب يبقى هبدأ بالفاعل بتاعي اللي هو I، وطبعا هنا لازم اجيب الفعل في زمن الماضي. طالما سؤالي في الماضي يبقى اجابتي لازم تكون في الماضي، يبقى اذا هقول I did my homework، يعني انا عملت الواجب بتاعي مثلا at 4 الساعة 4. تاني I did my homework at 4، يعني عملت الواجب بتاعي الساعة 4. تعال بقى نشوف ازاي هنعمل سؤال اذا كانت الاجابة في زمن الماضي البسيط. طب لما يجي يقول لي هاني visited رامي at home yesterday، يعني هاني زار رامي في البيت امبارح. طيب انا هنا عايز اعمل سؤال، اختار اي حتة في الجملة واعمل عليها سؤال. طيب انا ممكن اسأل هنا عن yesterday، وهنا بسأل أنا بوين، ممكن أسأل عن at whom دي معناها في البيت، يبقى أسأل أنا بوير، ممكن أسأل عن رامي وده اسم عاقل أسأل عنه بهو، ممكن أسأل عن الفعل نفسه بكلمة وات وأسيب مكانه دو، ممكن أسأل عن هاني برضو بهو. تعال نشوف إزاي هنسأل عن yesterday. قال لي yesterday دي هسأل عنها بكلمة when. when معناها متى، قلنا بعد أداة الاستفهام طالما الفعل في الماضي يبقى أنا هجيب did، وبعدين الفعل بتاعي على طول اللي هو هاني. طيب لازم ارجع الفعل ده لمصدره visit، يبقى when did هاني visit رامي at home. طب اجيب yesterday هقول له لا، لان دي هي الاجابه. تعال نشوف at home، انا عايز اسال عن البيت، البيت where لانه مكان، فانا هسال ب where عادي جدا اهو where. طيب طالما في الماضي يبقى هجيب did، جميل. طيب وبعدين اللي هجيب الفعل اللي هو هاني، يبقى where did هاني، واكمل عادي جدا ها visit ها رامي yesterday، هو زاره فين امبارح. تاني where did هاني visit رامي yesterday. طيب هنا ممكن اسال عن رامي اللي عادي جدا هسال عنه بهو، فاذا هقول هو. طب وبعدين اللي هجيب ديت عادي جدا هون، وبعدين الفعل بتاعي هاني visit at home yesterday. وهنا طبعا يا جماعة هشيل رامي لان رامي اصبح الاجابة. طب تعال نشوف بقى ازاي هسأل عن visited. visited ده قال لي هو الفعل، قال لي لما اجي اسال عن الفعل دايما بسال بكلمه وات واصيب مكان الفعل دو، فانا هسال بكلمه وات، وات اللي معناها ما او ماذا. طيب فعل في الماضي يبقى انا هجيب ديد،
يبقى what did. طبعا هجيب الفعل بتاعي اللي هو هاني، يبقى what did هاني. طيب طالما بسأل عن الفعل يبقى هجيب مكانه do. So what did هاني do yesterday. What did هاني do yesterday. يعني ايه what did هاني do yesterday؟ ماذا فعل هاني امس؟ طب تعالى بقى نشوف ازاي هسأل عن هاني. حولك هنا بقى لما بسأل عن الفاعل بيبقى الوضع مختلف شوية. ليه؟ لأني لما بسأل عن فاعل كل اللي أنا بعمله بشيل الفاعل وأحط أداة الاستفهام. هاني هنا عاقل فأنا هسأل عنه به، فإذا هقول هو. طب وبعدين يا مستر؟ قال لي أقول ديد؟ قال لك لأ، كل اللي أنا بعمله بشيل هاني وأحط هو وأكمل، يعني أقول هو فيزيتد رامي آت هوم يسترداي. يعني مين اللي زار رامي في البيت امبارح؟ مين اللي زار رامي في البيت امبارح؟ وبكده يبقى انا عرفت ازاي بعمل سؤال بيبدأ بأداة استفهام في زمن الماضي البسيط. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell. شير يلا لكل زمايلك اللي في تانية اعدادي عشان الكل يستفيد ان شاء الله. Goodbye. سلام عليكم.